تنظيم الصالون في حد ذاته يندرج معناها ضمن الأهداف اللي وقع ديجا معناها الإعلان عليها في مخطط التنمية لفترة 2016-2020. احنا كنا نعرف اللي حاليا الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة على مستوى المحتوى التكنولوجي في حدود 14% فقط. نحن نرنو يعني في آخر 2020 إن شاء الله إلى الوصول بهذه النسبة لحوالي 20%. دونك إضافة لأنه الصالون يعبر الأهداف المرسومة على مستوى المخطط، أيضا الصالون نعتبره جاء في وقته. علاش؟ على خاطر اليوم نعرفوا كلنا اللي الصناعة الذكية هو مفهوم جديد، معناها حتى على المستوى الدولي مفهوم جديد، ظهر في 2013 معناها يعني 2013 كي نقولوا 2013 مش بعيد برشا، ظهر في ألمانيا بمناسبة تنظيم صالون هانوفر في 2013، وتم تبني هذا المصطلح وهذا المفهوم من قبل الجهات الرسمية الكل في الاتحاد الأوروبي. أكثر الدول تبنيت المفهوم الصناعة الذكية أو الترجمة الحرفية الصناعة 4.0، يعني 4.0، اللي في الحقيقة تدل على الثورة الرابعة الصناعية. نعرفوا احنا الثورة الصناعية الأولى كانت مع المحرك البخاري، ثم في مرحلة ثانية كهربة وسائل الانتاج إلى آخره، مرحلة ثالثة المكننة والأتمتة الأوتوماتيزاسيون تاع وسائل الانتاج، واليوم الثورة الرابعة هي ثورة الرقمنة. نعرفوا كل الدور الجديد بالنسبة للرقمنة على مستوى حلقات الانتاج، الرقمنة اللي تضفي ولا تعطي للمؤسسة الصناعية اليوم إمكانية كبيرة على مستوى التنافسية نتاعها. نعرفوا اللي في اغلب المؤسسات في العالم اصبحت تعتمد على الرقمنه، على ما تعطيه معناها الرقمنه من حلول على مستوى الانتاج، حلول على مستوى متابعه حلقات الانتاج، الضغط على الكلف، حلول على مستوى حتى التموقع مقارنه بالاسواق التصديريه، مقارنه بالحاجيات اللي تم الاعلان عليها او الحاجيات اللي تكون في الاسواق اللي نستهدف ان نوصلوا لها. اليوم ملتقى الصناعة الذكية هو ملتقى هام باعتباره أنه اليوم يلزمنا نبني الوعي بأنه العالم دخل في ثورة صناعية رابعة. الثورة الصناعية الرابعة دي مش تغير نمط الصناعة في المستقبل. الصناعة بعد 10 سنين مش تكون مختلفة تماما عن الصناعة اللي نعرفها اليوم والصناعة اللي عرفناها لمدة عقود. اليوم التكنولوجيا الرقمية ناخذ فقط 3 مؤشرات. المؤشر الأولاني هو مؤشر العلاقة بين النمو الاقتصادي وبين حركة تبادل المعطيات. كانت على مدى 50 سنة النمو الاقتصادي كان مرتبط بحركة تبادل السلع. اليوم في ال5 سنوات اللي فاتت أصبح هناك ارتباط وثيق بين النمو الاقتصادي وبين حركة تبادل بيانات المعطيات، وهذا مؤشر على تحول كبير في الاقتصاد في العالم. بالنسبة للنمو بالنسق الاستثمارات ذات المحتوى التكنولوجي العالي من 14% حاليا إلى 20% في فوق 2020 بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولكن يستجيب أيضا لتطلعات الصناعة المعملية في تونس التي لم تعد اليوم لكسب تنافسيتها في أبرز الأسواق التصديرية تعتمد فقط على الكلفة المنخفضة لليد العاملة وعلى القرب الجغرافي من أبرز الأسواق التصديرية، وإنما تعتمد ضرورة على ما يسمى الصناعة الذكية أو صناعة 4.0، وهي الصناعة التي تعرف ثورة الرقمنة بالنسبة للمؤسسة الاقتصادية. اليوم بخبراء من العالم مش نشوفوا انه تعرفوا بانه ايضا امكانيات والفرص اللي تعطيها الصناعه هذه نجم تزيدنا اكثر من 1 بوان دو كروسانس، كما هو اليوم في المانيا اللي تعتبر دوله يعني رائده في هذا المجال ومحضره روحها لهذا الانتقال. 8 من 10 شركات كبرى في العالم، من اكبر 10 شركات كبرى في العالم تنشط في الاقتصاد الرقمي. يلزمنا نحضروا اليوم شبابنا وأبنائنا لها، وهذا يتأكد عن طريق إصلاح منظومة التكوين والتربية والتعليم لإعطاء المهارات، خاصة القدرة على التعلم والقدرة على التعلم مدى الحياة والقدرة على التأقلم مع هذه السياقات الجديدة. نحن المرتكز متاعنا هو أولاً ليتالون، نحبوا نبرز صورة تونس كأرض اللي هي تخرج في الليتالون، يعني تخرج في الكفاءات العالية. والحاجة الثانية نحب نراهنوا على الانوفاسيون، على الإبداع والتميز. وذاك علاش كما كانت الثورة الاقتصادية الثالثة تونس جاوبت عليها عن طريق قانون 72، نحن باش نجاوبوا إن شاء الله على الثورة الاقتصادية الرابعة عن طريق قانون المؤسسات الناشئة اللي يناقش غدا في مجلس وزاري مضيق الستارت اب اكت، واللي نعولوا عليه كثيرا باش يعطي دفعة قوية للإبداع في بلادنا. اليوم رهانات كبيرة تنتظر تونس خاصة إزاء أسواقنا التصديرية، ولكن أيضا مقابل المنافسة. لذلك نعمل على
أن نأسس لهذه الثقافة من خلال الترويج والتنويه لثقافة الصناعة الذكية من هي، واستباقا لتموقع تونس في مثل ما أسلفت في أبرز أسواقنا التصديرية.